بهون يجقال غوص الدمر وجند البكر بين غانم صاحت يا غلب عطول جاني من الحرب سالم بويا جابيل راسي تلولح مثل جد الأسد باسم من قصر راس بن ودغم وجاب ملولح بيده يقول لما وقف على أمي أخذ يبكي على حالها أحست بدموعه على وجهها فزت قالت الحمد لله الذي أرجعك إلي سالما بني دعني أكلم أباك لتكون وتكون معنا يقول لما سمعها علي الأكبر قال أمه ماذا تقولين أأبقى بعد أبي الحسين وبني عمومتي قالت بني تكون معنا حتى تحمينا تحمي عماتك وأخواتك قال أمه ماذا تقولين وكيف تقابلين جدتي فاطمة في يوم القيامة وإنها آخذة برأس أبي الحسين وأم البنين تأخذ برأس عمي العباس وأم القاسم وأم حبيب وفلان وفلان وهم يقولون هذا فداؤنا لك يا سيدتنا يا فاطمة الزهراء فإذا نظرت إليك ورأت يديك خالية من رأسي فماذا تقولي فبكت وقالت بني لا تلمني عفوا مما تجرأت فإن كان هذا فخذني لأبيك لأفديه بنفسي وجاء بها حتى رآه الحسين يقول فأشار إليها جزاك الله خيرا يقول حتى أنه لما وصل إلى أبيه أركبوه مرة ثانية ثم أخذ الحسين يدعو له صدر وسلاح بعظم ثقلج هدج هدم صدر وسلاح بعظم ثقلج هدم مهجته بنار الحرب متوقده ما يطلب لعد شبده يبرده والصبط جاوبه ودمعه يسيله جدك اللي يسجيك يا ابني وعانقه صبره وشحاله حين الفارقه جرد السيف وعلى حصانه رقه قام عوده بالنصر يدعي له قام يدعي له ورفع سبابته قال له بني امشي امامي اخذ يمشي امامه انفرج بنو هاشم والنساء والاطفال صماطين وهو يقول اخي زينب هذه مشيه امي هذا جمال جدي هذه هيئه وهيبه ابي هذا سؤدد اخي ويبكي وتارة واخرى يركض يحتضن ولده حتى أنه يقول الشعراء يمشي الحسين يمشي علي والحسين على القفا تسيل دموع العين منه بصفحتي كأضحية في عيد أضحى إلى منى يقبله في كل آن ولحظة يقول لما كان هذا الأمر بأبي وأمي وهو يقول له بني إن بلغت ما بلغت هناك فاقرأ جدي وأبي وأم السلام وفي رواية أن زينب أخذته وهي تشاوره وتقول في أذنه بني إذا ذهبت إلى جدتك فاطمة قل لها تتمهل بالدعاء على قاتليها ولتشرك قاتلي أبيك وأنت
وبني عمومتك وأعمامك بالدعاء، لأن مصيبتنا عظمى ولم تقل عن مصيبة غام. يقول: حتى هجم على القوم مرة ثانية، مرة ثانية هجم على القوم، كلت عن مبارزتهم، والحسين يدعو لهم: جدك اللي يسجيك يا ابن وعانقم، صبر وش حال حين الفارقم، جرد السيف وعلى حصانه يرقم. قام عوده بالنصر يدعي له، قام يدعي له ورفع سبابته للسما وتجري على الخد دمعته. شبيب ولا شاف عرسه وزفته، نور نور المصطفى وتمثيله، ما له مثيل وقلب يمنى ويسار، والجنح والقلب وظلم النهار، ليل سوى نغارها بذاك الغبار، والبدر وجهه وينور بليلة. وإذا بالعبد لعنة الله عليه الذي يقول الحارث من أصحاب أمير المؤمنين: كنت أتمشى في زقاق الكوفة، مر علينا المنقذ العبدي، فترك الإمام أمير المؤمنين يده من يدي واتكأ على الحائط وهو يبكي ويقول: اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أعطي ولدي وبنات الصبر بما يعمل هذا المنغذ العبدي بشبيه رسولك وشبيه أهل الكسى وأهل العبام. قلت: سيدي ما الخبر؟ قال: إن هذا المنغذ منغذ العبدي إنه يفجعنا في كربلاء ويكسر خواطر بنات رسول. قلت: ما الذي يصنعه؟ قال: هو الذي يقتل شبيه رسول الله، يقتل شبيه رسول الله وشبيه وشبيه فاطمة. يقول: جاء متخفيا، حميد بن مسلم يقول: جاء متخفيا من ورائه قائلا: لأثكلن به أمه وأباه. قلت: والله لو مد علي سيفا أو امتشطني بسيفه لما مددت عليه يدي. ويلك، أما ترى فلقة وجهه؟ أما ترى جماله وكماله؟ يقول: لم يعتني بذلك حتى ذهب إليه. أيوا أكبرا، أيوا سيدا، أيوا حسينا، أيوا زينبا، شعر سيفه من الورام، ولقد ضربه قبله رجل بحلقومه في سهم علق به. وإذا باللعين ضربه على أم رأسه. أيوا سيدا، أيوا أكبرا. يقول: لما ضربه وأحس بالضربة فاعتنق الفرس، وكان الدم يسيل على عيني الفرس، فبدل أن ترجعه إلى الخيمة غاصت في القوم، وطعنه لعين برمحه في خاصرته، والآخر ضربه بسيفه على عاتقه وهو ينادي: أبتا أدركني، إي نور وجهه بالحرب شبغ البدر، ما لغم في إلي وقلب يمنى ويسار، والجناح والقلب وأظلم النغار، ليل سوى نغار بذاك الغبار، والبدر وجهه وينور بليل، ينور وجهه بالحرب شبغ البدر. يا بصاوب العبد يوفر به المضم، وعلى جسمه تخالفت بيض وصمور، وبالخناجر صاره تفصيلا. لما حس بالضربة شبك عالمضر لبى لا يودي.
أولي المغور للعدوان فر وقف أبي موسط العسكر دار بسيوف عليا وبزام مثل شتال سبع المات فرحان عسى بعيد البلا ويليت العدوان ارذالي وبالمعايب دوم تفخر هذا يقطع بسيف وريد وهذا بالخناجر فصلي وهذا يغط رمحا ويا الحديد بخاصرته وضوي عالج ويفقر نداه يا حسين لا يسرع تراني طحيث بالكون والعسكر ولاني يا بويا من العطش جدي سقاني علي يا بلا يضل قلبك مولم لما سمعه الحسين ركض إليه يقول ركب فرسا فصاحت زينب أخي إن الحوم من هنا حومة الميدان فركض إلى الجانب الآخر قال أخي لقد اغلمت الدنيا بعيني على ولدي ثم ركض واقتحم جواده على المعركة يقول حميد بن مسلم والله رأيت رجلاه لم تملكان الركاب حتى وصل إلى ولده وهو بتلك السرعة على فرسه فرمى بنفسه على ولده أيوة سيداه ولم يوقف الفرس مناديا وولداه علي على الدنيا بعدك العفو على الدنيا بعدك العفو قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح امترب الخدية متواصل طبور والراس نص والله متواصل طبور والراس نص حنا صدر على ابني وتحصر يقل أبويا من وصل ليك وتدناك وخضب وجهك وفيضك بدماك يا أبويا ريت روح تروح وياك ولا شوف أمك خضيب الوجه بالدم يقول جاءوا بنو هاشم ليحملوا الأكبار لكن وضع الحسين خده على خده ووضع فمه على شفتيه فلم ينجز شيئا من حرارة قلبه فعند ذلك تمدد بالصحراء تمدد على الأرض عند جسم ولده وضع صدره على صدره أيوا سيدا ووضع خده على خده أيوا عليا ثم احتضن ولده بيده وهو يقول على الدنيا بعدك العفو اللهم امنعهم قطر السماء يقول حتى صاح العباس قولوا لزينب عل الحسين إن سمعها يسمح لنا أن نأخذ الأكبر إلى المخيم فخرجت زينب منادية وولداه وأكبراه وعزيزاه وشبيغا جدي وأمي
وأبي وأخي. لما سمعها الحسين قال: أخي ارجعي لا تشمتي بنا الأعداء. يقول: حملوا الأكبر عليه السلام برداء الحسين، والعباس وعون أبناء علي حملوا الحسين، العباس عن يمينه وعون عن شماله، حتى جاءوا به إلى المخيم. خرجت بنات رسول الله مناديات بالويل والثبور: أيوا ولدا، أيوا أكبرا، أيوا غربتا. سمع الحسين صاح: وولدا وأكبرا. يقول: حتى وضعه في الخيمة، جاءت عمته قالت: إن النساء تريد النياح على الأكبر. قالها: قوم تلقي ابنك يلي يلم شد جروحه والخليل، لا ما تحرب شايل ثجيل، ومن العطش ذايب دليل. دخلت أمه إجت شايطة وشبكت ولدها: يا والله والولد قطعة من كبد، كبدها شبت عد راسة ندغة، يا من جبتها قوم ريد. قل لي: يما يا الولد يا ابني، ذخرتك ذخر الأيام شيبي، والله ذخرتك ذخرتك ذخر الأيام شيبي، يا وسبا قطع منك نصيبي. يا أي والله محروم محروم من شم العذيب، يا أي محروم من شم العذيب، يا العذيب. هو تفوق تشيم خده وتحبه وتطبق طبرة الراس وتعصبه وتسفر زيج ثوبه وتجس قلبه لقد دمه من افاده يفور. تقول له: يما برضاك برضاك اظل يمك ذليله، برضاك اظل يمك ذليله، يما وضع الاراده ورحيله. يا والله يا هو المحمل يباريله، يا هو يا هو المحمل يباريله، ويا هو يا هو بعد عينك كفيله. يا والله يا هو بعد عينك يفز عمان، حتى اللي عرفن زين ينعن وبين النسب النوح برعان. كل هين بنبشيل كل هين أنا بنبشي سمعان، يقول أن واعيك يصدعان. يا العيون من ونتي يدمع أمان، أمر بالدار أمر
درب الدار واسمع حنا بيغي اضلوع والمفاصل حنا بيغ لا تحسب شفوفي لا تحسب شفوف وحنا بيغ انا مسحت الدمع دم والثر بدي والله مسحت الدمع دم والثايا يا رب دايا صاحت لما رجعت لم تهدأ لا ليلا ولا نهارا قل شبان ما وياك مولي والله شبان ما وياك مولي وضايع من أمه ليلة العيد يا بخليني يا مقبرة ونوحة أنا ليل بيت بعد المن أروح يقول حتى قوم الحسين من الخيمة وهو تسكب دموعه على ولده يقول فعند ذلك جاء أبي العباس وبنو هاشم أجلسوه على منبره حتى ينظر حومة الميدان والكل يبكي من حوله وبنو هاشم يقولون سيدنا أتأمرنا بالنزال لننزل على القوم جاء العباس قال سيدي دعني أخذ بالثار فرمقه الحسين قال إن الله بعث جدي رحمة وجعلني أيضا رحمة على خلقي وعلى أمة جدي لا يكون فهدأ الحسين عليه السلام ثم أخذ ينادي هل من ناصر ينصرنا هل من ذاب يذب عنا هل من مدافع يدافع عنا يقول وإذا بأبناء الحسن جاءوا بأبي وأمي إلى عمهم وكانوا أربعة فسمح لهم ولم يسمح للقاسم فأبلوا بلاء حسنا واستشهدوا بأبي وأمي أمام الحسين عليه السلام وجاء القاسم كلما حاول أن يأتي إلى عمه ليستأذن من فلم يأذن له فتوسل بعمته وأمه فلم يأذن له قالت عمته بني إني سمعت إن توسلت بأبيك الحسن إن الله يفرج همك وغمك سيدي يا أبا محمد الزكي الحسن المجتبى نحن نتوسل إليك بتعجيل ظهور ولي أمرنا اللهم كن لولي برحمتك يا أرحم الراحمين يقول حتى أن الحسين عليه السلام كان ينادي والقاسم بخيمته ويقول بعض الرواة جلس بين الخيام تارة يرفع رأسه إلى السماء تارة يضعه على ركبتيه مفكرا قائلا ما في من شائبة حتى منعني عمي الحسين إلى البراز
فتذكر أن أباه الحسن شد له كتابا أو عوذة بكتفه، قال: بني إن أصابك هم أو غم فافتحها واقرأها واعمل ما بغى. فلما فتحها وإذا بغى: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسن بن علي وفاطمة صبط رسول الله إلى ولده القاسم بن الحسن. بني إذا بلغتم كربلاء وكان عمك وحيدا فريدا ويدعو إلى النصر ولم ينصره أحد، فرأيته وحيدا فريدا فتوسل به وخذ كتابي هذا واعطه لعمك كي يسمح لك بالبراز. يقول: جاء بالكتاب راكضا حتى قال: يا عم أنت تمنعني وأبي يأمرني. يقول: لما رأى الكتاب الإمام لما رأى الكتاب الإمام الحسين أخذ يقبله ويبكي ويحتضن القاسم قائلا: بني أنت من أخي علامة أخي، بني أنت وديعة أخي الحسن، أنت شبيه أخي الحسن، بني أريدك أن تبقى. قال: لا والله يا عم، وأرى القوم قد أحاطوا بك من كل جانب ومكان. يقول: فعند ذلك أذن لهم، لكن قبل أن يأذن لهم يقول: جاء بأبي وأمي هو وعماتهم، ألبسوه لباس الحسن، وقيل صنع له هيئة عرس على إحدى بناتهم. يقول: فعند ذلك أركبه بأبي وأمي بعدما صاح بزينب وجاءت إليه بمخازن الرسالة والإمامة، أودعها على ولد أخيه، ثم أركبه على فرسهم حتى سار إلى القوم: إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتغن بين أناس لا صقوا صوب المزن، صوب المزن بين أناس لا سقوا صوب المزن حيث لا تصل. يقول: لما أركبه لم تصل رجلاه إلى الركام، فعند ذلك عقد في الركاب عقدة ووضع رجله بمعاقد الركاب. يقول: حتى أنه هجم على القوم متوجها إليهم يضرب بسيفه، الحرب جاسم ركب وتعنال، شال دركال الوغب حمال، شال دركال الوغب، ذاك الجميع بدر أشرق بالوغى ونوره يشيع، نشر رأسه وشمره فوق الدريع، نهدعش لبس الدريع يحلال، نزل شبه الزلزلة شبل الحسن، زلزل الطف منه والكون نرجن، ضيع الفارس صرعها والرسام، وانذهل وانشده رايا وباله، شبه ملش الموت خزر واحة، كثر بالطف ويدها وصياحة، طفحت كلها ورمت لسلاحة، ثبت جاسم من بعد يدنال، مطرب وفرحان وانشبه الحزين، ميل العمامة وسافر للردين، قام يتمايل يشابه للغصيم، والسمر ترقص وتتثنال، شبي بسم الله على طوله ما براح، بي بسم الله على طوله ما براح، ثغر باسم ثغر باسم بالوغى ويمشي مراح، رمح هز وقام يصفج للفرح، ومجرد غرده وغناله، غردت له بالوغى البيض الصفاح،
غنت الطوس وتصفج للرماح، سهي الوبلية للوغى بالسيلاح، تجفل البل من تشوف خياله. ذول الأتمنى وذل كل منطقة فوق راس النصر يخفج بيرغى، طفل بعده وقابل بطال الوغى، كربلة وفد الصبط وطف عالم، غاية الجود الذي بنفسه يجود، ما تخيل الخيل خلهش ما تزود، نيص وبغابات هيخت للأسود، دوم يدريه الأسد خدت عالم، خيل قامت ترتعد ورجالهم، وين ما تجبل تشوف عجالهم، يعتني الخيل ويخز خيالها، ظهر الخيال ولعب بخيالهم، صار ما طاعون مطعون وحتف، ورمح صل وسمى كتال وكلب، يعجز الواصف بوصفه من يصيف، شلون وصفه تحيرت بمثاله. دون الخيم شبل بن حامل حمام، سوى ثامن بحر من دم والسمام، من الكتام وغدت هندس مظلمة، صار ماسم يقطر من الذباله، سوى طوفان الدم وفاضت القام، والجبال الراسية راحت ضياء، والسفينة المغر والسيف الشراع، سوى بيد السمهري شيال، يقول حتى هجم على القوم، وإذا بلعين يعد بعشرة آلاف فارس. قال له اللعين بن سام اذهب إلي وأتني برأسي، قال أو مثلي يحارب الأطفال؟ قال إنك لا تعرفهم، ويلك، إنهم من سلالة علي ورسول الله، إن صغيرهم كبير وكبيرهم عالم جليل. يقول حتى أنه بأبي وأمي، حتى أنه كان ثابتا، جاءت إليه الأبطال، ثم بعدما رأوا بأسه فرت من، قال أنا أبعث له أولادي، بعث له أربعة أو ثلاثة من ولده، حتى أخذ منهم سيفا كان مرموقا، فغضب أبوهم اللعين وجاء إلى القاسم، يقول لم يقتله بل إنما ضربه على الطاس، ثم طار الطاس فأخذه القاسم من شعره يجره حتى رضرضه تحت فرسهم. يقول ومشى والقوم يكبرون ويهللون، إلا أنه برز إليه رجل آخر طعن فرسا، يقول لما طعن فرسا ركض محمد بن أنس حامي ظهر الحسين، ذلك الصحابي والجند المجهول في المقاتل كما يشيرون. يقول أمرني الحسين أن أأتي إليه بفرس، فجئته بفرس ولقد رأيته ضربه اللعين على يده، فكان فيها جرحا خفيا، يقول لكن الدماء تسيل، فأركبته على الفرس وأخذت من عمامتي فشددته بها وكان يهجم علي، قلت سيدي دعني أحمي ظهرك، فابتسم بوجهي قال وأين شجاعة جدي أمير المؤمنين مني حتى تحمي ظهري؟ إنك لابد أن تحمي ظهر إمامك الذين نقتل من دونه وهو عمي الحسين عليه السلام. وفي رواية أنه لما جرح وجاء إليه محمد بن أنس
وفي رواية أنه جاء الحسين هو ومحمد بن أنس من ورائه، جاء إليه بفرس تسمى بالطاوية، وهي الفرس التي أخذها العباس من المارد بن صديف التغلبي، وكانت أخذت من الإمام الحسن حينما كان حربه مع معاوية لعنة الله عليه. يقول حتى أن القاسم شد عليهم ثم رجع إلى عمه بعدما نكس الأبطال، وبعدما أرى القوم ما لا يرون من قبل، يقول قال بني إن عماتك وإن أمك تنتظرن لك في الخيمة. يقول لما دخل عليهن الخيمة فرأى أمه وهي تقول بني هل تريد أن أكلم عمك؟ فالتفتت إليها زينب قالت إي والله وأنا أكلم عمك مع أمك لتبقى لنا حما. فبكى القاسم قال واويلاك هكذا يصنع باليتيم؟ حتى أن كل منكم يريد أن يكون أبا ويريد أن يكون هو المرشد له، والله ليس لي برأسي لا برأسي شيء إلا عمي الحسين وإمامي وسيدي، ولا يكون مني إلا أن أفديه بمعجتي. في رواية أنه جاء بأبي وأمي إلى عمه مرة ثانية، أركبه بأبي وأمي على متن جواده سرام في حومة الميدان. يقول حميد بن مسلم والله لو نظرنا إلى وجهه نرى صبيا، لكن حينما نرى إلى خيالته وإلى ما يفعل بالميدان فأراه جنديا مقاتلا كأنما له التجربة منذ العشرات من السنين. أولى تهنب زفته وشاف العريس وانحمس شبده من الحر والشميس، بين ما واقف يحارب ما يحيس، بالمعار انقطع شسع عالم، دنق وشد شسع نعله وعدله، ما هو خايف والعدى متوجله، جاه الأزدي. يقول وإذا بالأزدي متخفيا لم، يقول حميد بن مسلم لما جاء الأزدي رأيته متخفيا للقاسم، صحت به إلى أين تريد؟ ماذا تريد؟ قال وما بالك أنت ماذا تريد منا؟ أعلينا أم لنا؟ قلت أنا أكتب الواقع ليزيد وعبيد الله. قال لا والله لقد جئت تنهانا عن قتل هؤلاء ولا تريد أن نقاتلهم أو نقتلهم. قلت والله إن هذا الشاب لو ضربني بسيفه لما رفعت عليه يدا، ويلك أما ترى صباحة وجهه؟ قال لأثكلن عمه وأمه وأهله به. حتى انقطع شسع نعل القاسم اليسرى، أخذ يشدها وهو غير مكترث، فكأنما يقول حميد بن مسلم قلت في نفسي سيدي وما لك والشسع؟ دعها أو دعنك نعلك يسقط. لكنما لم يسمعني ومضى يشد شسع نعله، وإذا باللعين الأزدي، أيوا سيدا أيوا حسنا أيوا مظلوما أيوا مسموما أيوا غريبا، شد عليه بسيفه فضربه على أم رأسه، وتلاحقوه أيوا سيدا أيوا حسينا أيوا قاسما، تلاحقوه بالرماح هذا يضربه بخاصرته، حتى سمعه الحسين عليه السلام ضرب راسه وقام أضمن غلعه. صاح يا عمي وسمع صوت
جاء عمه وشاف مطبر طعيم شبع لي غوشة الشتالة. لما أحس بالضربة صاح يا عم أدركني، يا عم أدركني، جاء غيح سين فوق المغر حايم ينادي يا حبيب القلب جاسم، بكى ونادى يا جاسم ايش بيدي، ايوه يا ريت السيف قبلك حز وريد، هاني الكام تخلوني وحيدي على خيام الزليم والخيل تفتر، يا عمي ايش قالت من الطبر روحك، يا جاسم ما تراويني جروحك، لو ان ابقى يا عمي كنت نوحك. لكن يقول صاحب صاحب بحر المصائب، صاحب بحر المصائب يقول: إنما جرى على القاسم لشيء مهول وعظيم، قلت كيف للراوي؟ قال: لما أحس الحسين عليه السلام ركب جوادا وقصد اللعين الأزدي، فضرب الأزدي على يده فأطنها قطعها، وهرب اللعين ينادي: أدركوني من ابن علي الكرار، أدركوني من هذا الليث المغوار. لكن بدل أن يأتوا ويحاربوا الحسين، قال رئيس الفرسان: اذهبوا إلى الصبي وخذوه بحوافر خيولكم حتى يكف الحسين عن الأزدي. وجاءت الخيول برمتها، أخذت القاسم بصدر غاي واسي وبحوافر غام، فلحق الحسين باللعين قتله، رجع إليه وهو ينادي: يا عم أدركني، يا عم أدركني. احتضنه بأبي وأمي، حتى في رواية أنه كان آخر قتيل. يقول: ماذا يصنع عمك ولدي قاسم، ماذا أصنع لك؟ حتى أنه جاء به إلى الخيمة فلم يقدر على حمله، لما دنا من الخيمة أوصله قريبا من الخيمة صاح: أخي زينب، أخي أم كلثوم، بني سكينة، يا عاتكة، يا رقية، أخرجنا وساعدنني على حمل ولدي القاسم. خرجنا إليه، يقول: حملناه وكان فيه رمق من الحياة، لكن لما وصلت بأبي وأمي رمته وجثته إلى أمه وعماته: أيوا قاسما، أيوا سيدا، أولا تهنى بزفته وشاف العريس وانحمس شبده من الحر والشمس. يقول: لما رأته أمه تقل له: يما شبايا اليما يا ابن الفاجدات، أكثر غنم خلفات، ما تدري تموت أم الولد لو ما مات. اي والله يا ابن رباي، يا ابن رباي، وين وصغر ليل الفوات، يا ابن لي اش ما تقعد تحاسبني. يا ابني يا جاسم، ماني يمك والله، ومن الخطر فريت يمك، انا لبى لصاويب اللي بجسمك هينا ويثور بيك عزمك. اي والله لقيت العدو متخذم بخذمك. صاحت: يا ابني
شلون الولد تنساخ امه يمه وما تنام لما ما تنوم يا محلى خلو شمغه يا وتشمه والله يا محلى خلو شمغه وتشمه تقل له آه يا الولد يا لب الفاض يما محلى مشيتك يا نلولا علامة وليدي صاحت علامة وليدي محنى ليدي يا ومطعون بفادا يا طعين ثيان وسالن بويا سالن دموم على الخديان يا وسالن دموم على يا الخديان وليدي أنا وليدي وربيت بدمعته والله وليدي وربيت بدمعتي واشوف المنوتي واشوف المنوتي ويام كبري والله واشوف المنوتي ويام كبري صاحت شبان ما وضايع من أمالي هلة العيل ترى فقدي الولد ليل والد أمشي والله تبكي وبكى غاب عد شيفين يا تبكي وبكى غاب عد يا